بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حضرنا مع الكادر المتقدم لمحور الشمال في فواتح الشهداء الذين استشهدوا في عمليات التطهير الأخيرة. طبعا الشهداء الثلاثة من آمرلي، وهذه المدينة الصامدة والبطلة معروفة بتقديم الشهداء والجرحى. إن شاء الله سنثأر لهم في القريب العاجل، و نعلن من هذا الموقع بأن هناك من هذا الموقف بأنه أحد الجنات في أيدينا، والمعلومات توفرت لدينا، وإن شاء الله سنقضي على بقية الجنات في القريب العاجل.